في خرجته لولاية المسيلة ضمن الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر، تعهد رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس بإعادة الجزائر لمكانتها على الصعيد الخارجي والعمل على إحياء مشروع الاتحاد المغربي الكبير. هناك استعجال دبلوماسي، دي بريوريتي، أسبقيات إحياء مشروع الاتحاد المغاربي. الدول هذه اللي تسمى قوية، لي بويسونس ريجيونال، هذوك كلهم عندهم مجلس الأمن القومي، هذه مؤسسة جديدة تكون. رئيس حزب طلائع الحريات اعتبر ولاية المسيلة مساحة للاستثمار الحقيقي في المجال الفلاحي والسياحي، غير أنها بحاجة لاهتمام أكبر. إذن كيكون توزيع العدل على الأرض ويكون الدعم الحقيقي للمستفيدين الحقيقيين الفلاحين، مش الأباطرة وأرباب المال، لا، تتنمى الجهة ويخلقوا مناصب الشغل بالقناطير المقنطرة. عندكم سياحة، هذه من الجهات المفضلة في السياحة، لو كان هذا 1200 مليار تلاحت منها غير 5 ملاير ولا 6 ملاير برك من هذا الشيء اللي ضاع للمسيلة، وداروا 6 ولا 7 براجات ما عاد تحتاجوا حتى واحد، ما تحتاجوا لا صناعة لا بترول لا غاز. بن فليس جدد في ختام كلامه أن حل الأزمة في الجزائر يكون في صناديق الاقتراع عبر انتخاب رئيس يقود سفينة البلاد.